انا كنت سايب السؤال ده للاخر. قول. سيف فاروق جعفر مهاريا وعلى مستوى الامكانيات الجميع بيتكلم على امكانياته، بس مع الزمالك الفتره الاولى ما خدش فرصه كبيره او ما قدرش هو يتمسك بفرصه كبيره، مع بيراميدز ما حصلش، مع الزمالك الفتره الاخيره ما حصلش. لا لعب بقى الفتره الاخيره، الفتره دي الاخيره دي بقى قبل ما اقصد ثقه جوزيه جوميز لسه مش واخدها سيف، لدرجه انه في كلام ان هو ممكن يمشي. ده يمشي طب ما هو افضل ليه يمشوه. الافضل ليه لو مشوه يمشوه، ما يقولوش يعملوا اعاره، يختار هو النادي اللي عايز يروحه يروحه، يدوا له الاستغناء. انت شايف الافضل ليه انه يبقى ياخد الاستغناء ما يتمش اعارته؟ هو سيف يعني مؤدب يعني اما بيزعل هو بيزعل بيتقمص من جواه، مش ما يعملش مشكله، ما بيعملش مشاكل. ما يجيش بقى يحصل ان انت تقول لي سيف انت هتتمرن مع فرقه مع مجموعه مش هتتمرن مع الراجل، عشان انت ما الفتره اللي ما بتلعبش فيها بتزعل وبتقمص. طب ما اي واحد هيزعل وبتقمص، طب ما انا عايز العب وعايز ابقى نجم، اديني فرصه. انت مش عايز تديني فرصه. تاني حاجه انا بتكلم مع اتكلمت مع احمد سليمان، كنت بتكلم عشان انا تعرف انا ظروفي مع سيف مش احسن حاجه يعني، لكن انا اتكلمت ابني طبعا فانا قلت لاحمد سليمان كلمة، لو انت ابنك اللي موجود في الملعب سيف هتعمل معاه كده؟ الراجل اولا ما بيعملش غير الحاجه اللي بيقولوا له عليه. كويس. سيف السنه اللي فاتت حواريك بس ايه الكلام، عشان انا مش ما بتهمش ولا اي حاجه. سيف السنه اللي فاتت هو ونيمار السنه اللي قبل اللي فاتت هم اللي جابوا الدوري. الاثنين دول واجزالدو في يوسف واسامه نبيه، صحيح، الثلاثه وحسام عبد المجيد كمان، وحسام عبد المجيد صحيح، هم اللي جابوا الدوري صحيح، ودول اولاد النادي صحيح، ودولت كان واحد بياخد مثل كان عواد بياخد 18 مليون و17 مليون، ودولت بياخدوا 800,000 وهم بيلعبوا ما اتكلمناش في فلوس ولا يبص الفلوس، انت لازم تثبت وجودك ولعيبه وعايزك تروح المنتخب. كنت بكلمهم هم الاربعه، ويوسف اسامه لعيب كويس جدا، نيمار لعيب كويس جدا، حسام عبد المجيد لعيبه كويسه.